مرحبا بكم، مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة. أترككم في محل تم الساعة 1:15 دقيقة مساء، وترتفع درجة متوقعة 34 درجة مئوية. لسلامتكم أحبكم أرجو البقاء في مقاعدكم حتى تقبل الطائرة تماما وتطفئ إشارة رفع عدد المقاعد قبل مغادرة الطائرة. المرجو التأكد من أخذ جميع أمتعتكم الشخصية ولدي معكم. شكرا لكم أستاذ السعودية عبد الحارث السعيدي وأفضل حظ لكل خير. Thank you.